استعرض رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي خلال لقائه اليوم بصنعاء من عام الانتربول الدولي رولاند كيه نوبل، استعرض بحضور وزير الداخلية اللواء عبد الترب التحديات التي تواجهها اليمن والتي تشكل تهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة بصورة عامة والمتمثلة بأعمال القرصنة وتهريب الأسلحة والمخدرات وغيرها من المخاطر، متطلعا إلى تفعيل التنسيق والتعاون بين الانتربول الدولي والأجهزة المختصة في بلادنا للحد من تلك المخاطر والبحث عن الحلول والمخارج الناجعة لها. من جانبه أكد أمين عام الانتربول الدولي إن هناك مشاورات وتنسيقا وتعاونا مع الأجهزة المعنية في اليمن وتقدم لها الخبرات والإمكانيات في بناء القدرات والتدريب، مبديا استعداد الانتربول الدولي تقديم كل ما أمكن لمواكبة التطورات والتقنيات والوسائل الحديثة للأجهزة اليمنية المعنية.